معنا للمزيد حول ملف سوق السندات الدولية المصرية على الهاتف الأستاذ يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا. أهلا بك أستاذ يوسف دائما ومجددا على شاشة أونلايف. يعني حينما يقول وزير المالية بأن مصر حققت نجاحا لا مثيل له في طرح السندات الدولارية، ما مظاهر هذا النجاح؟ مساء الخير. أعتقد في ثلاث مظاهر للنجاح للطرح الأخير. المظهر الأول من حيث الكم والحصول على 4 مليار دولار تعتبر طبعا شهادة ثقة، بسبب خاصة أنه الأسواق الدولية كانت بتعاني من حالة من التذبذب من بداية العام، فتخطيطه لنجاح مؤشر نجاح الطرح. المؤشر الثاني كان انخفاض في التكلفة، أنه تكلفة الطرح ده أقل من تكلفة الطرح الكبير الخاص بيناير 2017، فده برضو دليل على ان رؤيه المستثمرين للمخاطر في مصر بتتحسن وبالتالي العوائد بتنخفض. نعم. والسبب اعتقد الثالث هو يعني الترانش او الاجل الطويل للطرح ده، ان كان فيه شريحه 30 سنه ودي برضو دليل ثقه في الاقتصاد المصري على الاجل الطويل. تغطية هذا الطرح بأكثر من 3 أضعاف كما جاء، يعني ما معناه؟ يعني تم شراء هذه 4 مليارات دولار 3 مرات أم ما معنى ذلك؟ معناها أن المستثمرين قدموا طلبات شراء بحوالي 12 مليار، إنما الحكومة أو المصدر اكتفى بالحصول على المبلغ اللي هو حدده اللي هو 4، وبالتالي كان في طلبات إضافية بحوالي 9 مليار. كل هذه المؤشرات كيف بتؤثر على الجدارة الائتمانية لمصر؟ نجاح الطروحات الدولية بمصر بشكل متكرر ومتسق بيدي رسالة لمؤسسات التصنيف الدولية والمستثمرين الدوليين بشكل عام انه في سوق للدين المصري وانه في رغبة في الاستثمار في مصر. وانه الاجال اللي المستثمرين بيستهدفها للاستثمار في مصر مش اجال قصيره زي اللي بنشوفه في سوق اذون الخزانه 3 6 شهور او 9 شهور، لا احنا بنشوف استثمارات باجال طويله 10 و30 سنه. هل اشادات صندوق النقد الدولي ومراجعاته الثلاثه الماضيه يعني كان لها دور بشكل او باخر في نجاح هذه الطروحات؟ اعتقد ان هي كان ليها دور في البدايه خاصه في طرح يناير 2017، انما بعد اجتياز مصر للمراجعه الثانيه بنجاح المستثمرين النهارده بيبصوا على مصر بمنظور طويل الاجل. برنامج الصندوق هينتهي في 2019، اعتقد انه في ثقه تم فيها في سياسات الحكومه الحاليه. المستثمرين بيبصوا اكتر على الاجل الطويل للنمو في مصر، سرعه تدفق الاستثمارات الحقيقيه اللي بتخلق وظايف. فاعتقد انه شهاده صندوق النقد كانت ايجابيه في البدايه، انما دلوقتي مصر بقى ليها يعني انجازات في سياستها الاقتصاديه خاصه بيها المستثمرين بيتكلموا عليها بدون النظر لتقييمات البرنامج. نعم. طيب كل هذه المؤشرات، يعني سأعكس السؤال، بما أنه يعني تصريحات صندوق النقد الدولي أو إشاداته بمصر أثرت في البداية فقط، طب كل هذه الخطوات الإيجابية أو المظاهر الإيجابية حتى الآن كيف ستؤثر على الاقتصاد أو خفض عجز الموازنة أو ما إلى ذلك؟ فكرة الاستدانة الخارجية يمكن يعني نظرة الناس ليها في مصر ربما تكون سلبية، لكن الحقيقة أنه لو نبص في التفاصيل نلاقي انه سياسه وزاره الماليه هي احلال جزء من الدين المحلي عالي العائد اللي بندفع عليه 16 و15% عوائد سنويه بدين خارجي ارخص من حيث التكلفه بسبب انخفاض اسعار الفائده في الاسواق المتقدمه خلال الفتره اللي احنا فيها. فده اثره على المواطن ان هو بيقلل تكلفه الدين في الموازنه وبيقلل عجز الموازنه، وبالتالي بيوجد سيوله للحكومه ان هي تصرف على برامج الحمايه الاجتماعيه خاصه التحويلات الخاصه ببرامج تكافل وكرامه. نعم. والبرامج اللي عايزين يبتدوا فيها زي فرصه وسكن كريم. نعم. فهو دوت العائد اللي هيوصل للمواطن، لما بتوفر من 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 تكلفه دين تقدر ان انت تدبر لبرامج الحمايه الاجتماعيه. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا. شكرا جزيلا لك.